من جهة الجوالات دخل على كثير من النساء وورطهن كثير من الذئاب الأشرار الذين لا ينظرون في المفاسد وعواقب الأمور ومآلات قبائح الأعمال. إفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد لأنها تتعرض لشر عظيم. ثم إذا وقعت في الشر رفع يده وقطع صلته وانتهى تودده وتحببه إليه كله ينتهي ويجحدها جملة وتفصيلا، وكان قبل ذلك يظهر لها من الحب والمودة والصفاء مكرا بها. قال: وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. خراب الدنيا لأن مصالح الناس الدنيوية تفسد بالزنا، وخراب الدين لأنه من كبائر الذنوب والمعاصي التي تسخط الرب سبحانه وتعالى. ففيه خراب الدنيا والدين في هذه الكبيرة، خراب الدنيا والدين، وإن عمرت أي هذه الكبيرة القبور في البرزخ والنار في الآخرة. يقصد في القبور قبور العصاة، والنار في الآخرة أي في عقوبة الزناة فيها، تعمر النار في الآخرة بهؤلاء. فكم في الزنا من استحلال المحرمات وفوات استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم.